بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمة مختصرة موجزة أذكر بها نفسي أولا ثم إخواني المسلمين في هذا الموسم العظيم، موسم عشر ذي الحجة، أذكرهم بيوم هو من أفضل أيام الدنيا، بل هو أفضل أيام الدنيا، وهو يوم عرفة. ثم جعلت لهذه الكلمة عنوانا، استقيته من حديثي أو من كلام من أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فعنونتها بالحديث العظيم الحج عرفة، سائلا الله تعالى القبول والتوفيق والسداد. وقسمت هذه الكلمة إلى تمهيد ومبحثين. المبحث الأول، التعريف بكلمات الحديث، أي حديث الحج عرفة، التعريف بكلمات الحديث وبيان من خرجه. والمبحث الثاني، في فضائل يوم عرفة. التمهيد: لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته وزيارته، تلبية لنداء إبراهيم ولدعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حين قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ومن المعلوم أنه ليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، أي مشاهدة البيت. وقد فرض الله تعالى على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، لكنه لحكمة أرادها تعالى أن جعل موسم العشر، أي عشر ذي الحجة، مشتركا بين السائرين والقاعدين، أي بين الحجاج والقاعدين. فمن عجز عن الحج في عام من الأعوام قدر في العشر، في هذه العشر، على عمل يعمله وهو في بيته، ويكون هذا العمل أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل من الحج، وذلك للحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لذلك كان أهل الأمصار يشاركون الحجاج في كثير من أعمالهم، كالذكر والدعاء والإمساك عن أخذ الشعر والظفر والأضاحي، بل حتى قال بعض السلف أنهم يلبون يوم عرفة كما يلبي الحجاج تقليدا له. المبحث الأول، التعريف بكلمات هذا الحديث وبيان من خرجه. حديث الحج عرفة حديث مشهور معروف، خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، والدارقطني والبيهقي، كل هؤلاء خرجوه من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو واقف بعرفات، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ فقال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وهذا لفظ الإمام أحمد. وفي رواية لأبي داود: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية للدارقطني والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، أي كرره صلى الله عليه وسلم مرتين. وعرفة وعرفات هو اسم لواد، وهو مسيل متسع تنحدر إليه مياه جبال تحيط به. تعرف هذه الجبال بجبال عرفة، هكذا بالإفراد. وقد جعل عرفات علما على ذلك الوادي بصيغة الجمع، فيقال عرفات كما يقال عرفة، أي بصيغة الجمع وبصيغة المفرد. أسوق هذا لأنه قد نقل عن اللغوي الكبير الفراء أنه قال: قول الناس يوم عرفة بالإفراد مولد ليس بعربي محض. لكن الفراء على جلالة قدره قد خالفه من هو أفضل منه وأعلم منه، فخالفه أكثر أهل اللغة فقالوا: بل يقال عرفات وعرفة. وحسبنا وحسب الفراء أنه قد جاء على لسان أفصح الفصحاء صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بتسمية عرفات بعرفة هكذا على الإفراد. ومنه الحديث الذي عنونا به هذه الكلمة: الحج عرفة. وقد ذكر المفسرون وغيرهم سبب تسمية ذلك الموضع بعرفة أو عرفات، وبينوا أصل اشتقاق الكلمة. وهذا الذي سنذكره هو من قبيل ملح العلم وليس من متين العلم. فحسب المسلم والمؤمن من دينه أن يعلم موضع عرفات، والعلم بذلك الموضع ولله الحمد قد ثبت من الدين بالضرورة. لكننا نسوق هذا بيانا للمعنى اللغوي وأصل اشتقاق الكلمة. فقال المفسرون وأهل اللغة أنه، أي عرفات أو عرفة، مشتق من المعرفة. ومن هذا الاشتقاق عدة أقوال. قول ابن عباس أن آدم وحواء التقيا بعرفة في ذلك الموضع، فعرف أحدهما صاحبه فسمي ذلك الموضع بعرفة. وذلك أنهما لما أهبطا من الجنة أمر الله تعالى، أهبطهم الله تعالى كل واحد منهما في موضع، فأمر الله تعالى آدم بالحج فلقي حواء بعرفات فتعارفا، وهذا القول الأول. والثاني أن آدم علمه جبريل عليه السلام مناسك الحج، فلما وقف بعرفات قال له جبريل: أعرفت؟ فقال آدم: عرفت، فسمي عرفات لذلك. وثالث هذه الأقوال قول علي وابن عباس وعطاء والسدي: سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرفها حين رآها بما تقدم من النعت والصفة. ورابعها أن جبريل
علم إبراهيم عليه السلام المناسك وأوصله إلى عرفات وقال له: أعرفت كيف تطوف وفي أي موضع تقف؟ قال: نعم عرفت. وربما يعود هذا أيضا إلى القول الثاني. وخامس هذه الأقوال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام، ولم يلتقيا سنين، ثم التقيا يوم عرفة في ذلك الموضع فسمي عرفة. وسادس هذه الأقوال أن الحجاج في وقوفهم يتعارفون، أي في ذلك الموقف فإن الحجاج يتعارف ويعرف بعضهم بعضا، فسمي ذلك الموضع باسم هذا التعارف فسمي عرفة. وسابع هذه الأقوال أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج أو إلى الحجاج بالمغفرة والرحمة. هذا الاشتقاق الأول. والقول الثاني في اشتقاق عرفة أنه من الاعتراف، لأن الحجاج إذا وقفوا بعرفة اعترفوا للحق بالربوبية والجلال والصمدية والاستغناء، واعترفوا كذلك لأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة والحاجة. ويقال إن آدم وحواء عليهما السلام لما وقفا بعرفات قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، فقال الله سبحانه لهما: الآن عرفتما أنفسكما. والقول الثالث من حيث الاشتقاق أنه من العرش، وهو الرائحة الطيبة. قال تعالى: يدخلهم الجنة عرفها لهم، أي طيبها لهم. وسبب ذلك أن المذنبين إذا تابوا في عرفات فقد تخلصوا من نجاسات الذنوب، واكتسبوا بهذه التوبة من عند الله تعالى رائحة طيبة. ومصداق ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلذلك هؤلاء إذا تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل كانت توبتهم هذه لها رائحة طيبة. هذا. وقد ذكر الله تعالى عرفات باسمه تنويها به، وهذا يدل في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فذكر الله تعالى عرفات باسمه، وذلك تنويها وبيانا أن الوقوف بعرفة ركن، فإن الله تعالى لم يذكر من المناسك بهذا باسمه إلا غير عرفة والصفا والمروة، وفي ذلك دلالة على أنهما ركنان من الأركان، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يرى السعي في الصفا والمروة من الأركان. ثم إن التصريح باسم عرفات في هذه الآية فيه رد على قريش، إذ كانوا في الجاهلية يقفون في جمع، أي في مزدلفة، ويقولون: نحن الحمس،
فيرون أن الوقوف لا يكون خارج الحرم، ولما كانت مزدلفة من الحرم كانوا يقفون بها ولا يرضون بالوقوف بعرفة، فذكرها الله تعالى بالاسم ردا على هؤلاء المشركين. ولا بأس أن نختم هذا المبحث بفائدة أصولية فقهية يستفيد منها بعض طلاب العلم، فإن هذا الحديث الحج عرفة يذكره أهل الأصول في مسألة حصر المبتدأ في الخبر، فيذكرون إذا ذكر المبتدأ والخبر هل يفيد ذلك الحصر أم لا، ونحوها من العبارات التي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم كقوله الدين النصيحة، وقوله من حيث المعنى العمل نية والتوبة ندم، ونحوها من العبارات. فذكر الخبر، فذكر المبتدأ والخبر هل يفيد ذلك الحصر أم لا؟ والصحيح من أقوال أن أهل العمل، والصحيح أن في هذه العبارات وأمثالها أنه لا يفيد الحصر، بمعنى نفي أن ينفى، أن ننفي ها هنا من أعمال الحج، فلا نثبت إلا الوقوف بعرفة، فإن الحج له أركان غير عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسوق هذه العبارة وأمثالها للمبالغة ولبيان عظم الوقوف بيوم عرفة. المبحث الثاني، فضائل يوم عرفة، وهي كثيرة، ولكن حسبنا أن نذكر بعضا منها، ونذكره وأكرر أننا نذكر هذا تذكيرا لأنفسنا ثم أولا ثم لإخواننا المسلمين، حتى يبادروا ويجتهدوا في أيامه ويغتنموا زمانه. أولى هذه الفضائل أن يوم عرفة مع يوم النحر هو عيد للمسلمين، ولما كان عيد النحر أكبر العيدين وأفضلهما ويجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم، كانت لهم فيه معه أعياد قبله وبعده، أي قبل يوم العيد وبعده، فقبله يوم عرفة وبعد يوم النحر أيام التشريق، وكل هذه أعياد لأهل الموسم كما جاء في الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. خرج هذا الحديث أهل السنن وصححه الترمذي، ولهذا لا يشرع لأهل الموسم عند الحجاج صوم يوم عرفة، لأن هذا هو أول أعيادهم وأكبر مجامعهم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام العيد، فها يوم النحر يسبقه يوم عيد لأهل الموسم وهو يوم عرفة، فلذلك نهوا أن يصوموا ذلك اليوم، وقد أفطره النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عرفة والناس ينظرون إليه. ثم اختلفوا في علة استحباب فطر ذلك اليوم للحاج، فقال الطائفة من أهل العلم: استحب للحاج أن يفطر ذلك اليوم حتى يتقوى على العبادة، وهذا اختيار الخرقي من الحنابلة. وقال آخرون وهو الصحيح أنه يستحب لهم أن يفطروا لأن ذلك اليوم يوم عيد،
ولأنهم زوار الله تعالى وأضيافه، ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه. وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام التشريق أيضا، فإن الناس كلهم حاجهم وداجهم كلهم في ضيافة الله عز وجل، لا سيما يوم النحر، فإن الناس يأكلون من لحوم نسكهم أهل الموقف وغيره. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن الحكمة في النهي عن صيام يوم عرفة فقال: لأنهم زوار الله وأضيافه، ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه. ثانيا، يوم عرفة هو اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين، وفيه نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه عدة، منها أن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل ذلك، ولا أحد منهم، فأنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، أي للمسلمين الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أكثر أهل العلم أو كثير منهم، فكمل بذلك دينهم لاستكمال عمل أركان الإسلام كلها. وهناك قول أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونفى الشرك وأهله، فلم يختلط في ذلك اليوم الذي نزلت فيه الآية وفي ذلك الموقف منهم أحد. قال الشعبي: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، حين وقف موقف إبراهيم واضمحل الشرك وهدمت منائر الجاهلية، ولم يطف في ذلك العام بالبيت عريان. وكذا قال قتادة وغيره، وقد قيل أي إنه لم ينزل بعدها تحليل ولا تحريم. قال ذلك أبو بكر بن عياش. الثالث في فضائل يوم عرفة أنه قد قيل إنه الشفع الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، والله تعالى لا يقسم إلا بعظم، حين قال: والشفع والوتر. فقالوا: الشفع هو يوم التروية ويوم عرفة، والوتر هو يوم النحر. فهذا قول من أقوال المفسرين في هذه الآية. الرابع، قيل أيضا أنه شاهد ومشهود الذي أقسم الله تعالى به في كتابه حين قال: وشاهد ومشهود. فقيل أن الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة، وقيل غير ذلك. الخامس، يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا عند طائفة من أهل العلم، وذلك لحديث خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة. وهذا كما أسلفت قول طائفة من أهل العلم، وذهب طائفة من العلماء إلى أن يوم النحر أفضل من يوم عرفة، لحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. السادس،
من فضائل هذا اليوم أنه يوم الحج الأكبر عند جماعة من السلف، أن يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، روي ذلك عن عمر وغيره من الصحابة، وخالفهم آخرون فقالوا بل الحج الأكبر هو يوم النحر. سابعا، أن يوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وفيه أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، وحسبكم بهذا الفضل الذي ختمنا به هذه الفضائل، أن يكون هو أفضل أن يبادر المسلم إلى اغتنام ذلك. وثم فضائل غيرها، وهذه الفضائل التي سقناها تستدعي المؤمن والمسلم إلى اغتنام هذا الزمان وهذا اليوم على وجه التحديد. فمن طمع في العتق من النار وأن يغفر الله ذنوبه في يوم عرفة فليعمل بالأسباب التي أمر بها والتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسباب هي التي يرجى بها إذا عملها المسلم أن يعتق الله رقبته من النار وأن يغفر له ذنبه. فمن هذه الأعمال صيام ذلك اليوم أي يوم عرفة. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. فصيام ذلك اليوم من أعظم القربات لله عز وجل، وهذا لغير الحاج. ومنها أن يحفظ المؤمن والمسلم جوارحه عن المحرمات في العشر في الأيام كلها، ويتأكد ذلك في هذه الأيام في أيام العشر من ذي الحجة، وأكثر ما يتأكد في يوم عرفة. جاء في الأثر في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وكذلك من الأسباب التي ينبغي للمؤمن والمسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام لا سيما في يوم عرفة، الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم. ففي المسند عن عبد الله بن عمر قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير
وهو على كل شيء قدير. وخرجه الترمذي ولفظه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم أيضا ينبغي للمؤمن والمسلم أن يحذر من الذنوب والمعاصي التي ترد وتمنع المغفرة وترد العتق من النار. من ذلك أو من أهمها الإصرار على الكبائر والإصرار على الذنوب، فإن الإصرار على الكبيرة حجاب بين العبد وبين رضوان الله تعالى. فيا خسارة من اغتنم هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، لا سيما يوم عرفة، لكنه أيضا أضمر في نفسه أنه بمجرد مرور هذه الأيام سيعود إلى ما كان عليه من معصية أو إثم ونحوه، فإن هذا يخشى ألا يتقبل الله تعالى منه هذا العمل الصالح. فالحذر الحذر من تبييت النية على الرجوع إلى معصية الله عز وجل، والرجوع لا سيما الكبائر من لا سيما الكبائر منها. لذلك فلنستقبل هذه الأيام الفضيلة، لا سيما يوم عرفة، وقد أخلصنا النية لله على التوبة الصادقة النصوح. هذا، والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على اغتنام هذه الأيام، على اغتنام هذه الأيام الطيبات بكل ما يرضي الله عز وجل وبكل ما يحبه الله تعالى. وبهذا نختم هذه الكلمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.